خوتي خواتاتي ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. هاد لابارتمون لو تريسيس الناس العشاقه ديال البحر ياك هنا، الناس اللي كتبغي الصيف وتبغي يكون قريب حداها البحر. هاد لابارتمون جات في بلايا طنجة، فيها 81 متر، جات في الايطاج الرابع والعمارة فيها لاسانسور. فين جات بالضبط بلايا؟ بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش بلايا فين جات بالضبط، بلايا جات في حاج محمد السادس، قريبه من نجمه، قريبه للبولفار، قريبه للسونترفيل، قريبه من مارينا، وقريبه من المحطه ديال التي جي في، وقريبه حتى من مرابط امول. قريبه من هادشي كامل، واهم حاجه انكم ما تقطعوا الشانطي هانتوما في البلايا، يعني ابارتمون اللي ما غاديش تحتاجوا فيها الطوموبيل نهائيا. وطبعا ما نساوش الاطلالات اللي كتطل مباشره على البحر، يعني من تينا من الصاله راح كتبان لك البحر. ودابا يلا نكتشفوا هذا الابارتمون. ودابا يلا ندخلوا نكتشفوا الابارتمون اللي جابت لكم افيتو طنجه. هذا الابارتمون اللي كيف ما قلنا لكم جات في بلايا، ابارتمون معاود ليها الاصلاح كامله، مدخلين فيها لي باركمون، مدخلين في المساحه في الابارتمون، عاملين لها هذا النوع هذا ديال الزليج كيف ما كتشوفوا مع الدخله. وهنايا مع الدخله كاين هذا البلاكار ياك هنا. وي هذا البلاكار اللي المساحه ديالو غارقه، يعني يقدر يهز لكم الباكاج، تقدروا نعتبروه بحال خزين. وي عملوا هذا النوع هذا ديال القبس الكماله ديال الزليج وفي السقف، يعني ابارتمون اللي مصلوحه كامله عاود ليها الاصلاح. والله الابارتمون كتباع خاويه ماشي بالفراش. كتبيع خاويه بحق، كتبع مصلوحه. مصلوحه ما عندك ما تصلح فيها من غير الا بغيتي تبدل انت الديكور وصافي. هي فيها ثلاثه ديال لي شومبر، حيت ثلاثه بهم فيهم البيبان، بالحق نتوما تقدروا تعملوا واحد لا شومبر صاله وجوج ديال لي شومبر، غادي يكونوا هما ديال النعاس او بيت الكلاس وبيت النعاس على حسب الاحتياجات ديال كل عائله، الا واش عندها العواول ولا ما عندهاش. داكشي اللي كاين. شوفوا دابا الحمام هو الاولاني اللي جا مع الدخله، الحمام اللي هو المساحه ديالو هي هادي كيف ما كتشوفوا، على حسب المساحه راه كبير تبارك الله، ومستغلينا عاملين فيه لافابو بيدي وعاد دوتشا وعاملينها بالكوليس. حتى هو راه معدل الاصلاح كامل، يعني عاملين لي هاد النوع هذا ديال الزلاج في الحيط حتى السقف، عاملين الفرفاره ديال التهويه، وعملوا الدوتشا اللي كوليس اللي ما كتخرجش حتى الماء للحمام، كتخليه نقي وثانيه كيسخن. وي وعملوا فوق الحمام ديك السده، اذا بغيتي مثلا تخبع السطول هذا. لا هي ما مبنياش، وقيلا فاطمه الزهراء كاينه الخوات تما، ولكن يقدر الواحد يعمل السيما ولا الخشب، يقدر الواحد يسدها ويستغلها سده صح. عند صحاب لي سده من الواحد يقدر يسدها ويخلي الدوتشه هكا تسخن بزاف، وثاني حاجه يستغل ديك لي سباس يحط فيه سطوره الحمام، يحط فيه الحوايج ديالو. من الاحسن تستغل، من الاحسن تستغل ديك المساحه، ما صلحوا صلحوا ديك البلاصه ثلاثه اليوم حيت ما عيطوش في طنجة. هنايا كيف ما كتشوفوا راه عملوا صالا مونجي هي تسد كراسها، يعني بحال اللي عملوا بالدكلاس خاص بهم هنايا في كل ورقه، حيت المساحه يعني عاطيه باش تنزل سوا لي فوتوي سوا صالا مونجي. داكشي اللي كاين. وعاد هاد وسط الدار كيدور به ثلاثه ديال البيوت النعاس والكوزينه كيف ما قلت لكم، بيت اللي هما عاملينه صاله. ونشوفوا دابا الكوزينه ديال لابارتومون اللي حتى هي عاودوا ليها اصلاحات كامله، دخلوا فيها البالكو، قالوا ليها هاد النوع ديال المعمور، زلجوها حتى للسقف، والوسعيه ديالها هي غتوريها لكم فاتي. موالي لابارتمون من عشاق الزليج، داكشي اللي كاين في الزليج اللي عاملين في الدار كامل، كل واحد يحنتك في اخر. يعني حتى بالنسبه للناس اللي غادي يشريو لابارتمون غيبقى لهم هاد البلاكار، حيت هاد البلاكار كيجمع الكوزينه. البلاكار كيجي مع الكوزينه، وصراحه ماشي جا معاها، هما اللي داروا هما اللي الدار، مي يقدروا يخليوها له اذا كان في تفاهم. حنا عارفين المغاربه ديالنا الناس المعطاء، يعني ما غاديش يبقى فيهم بلاكار. داكشي اللي كاين مبني ومزلج، مبني ومزلج، لا من الارض ولا من الحيط ديال اللورنيه. وهذا عاملين البيبان ديال الالومنيوم، بيبان ديال الالومنيوم. ودابا يلا نشوفوا الباقي لي بيس ديال لابارتمون.
ونفكروا الناس اهين تاع فين جات هاد لابارتمون هادي بالضبط. لابارتمون ديال اليوم جات في بلايا او ما يسمى بمحج محمد السادس. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هاد الشارع هذا فين جا، جا قريب من سونتر فيل، جا قريب من نجمه، قريب من مالاباطا مارينا قريب من مالاباطا، قريب من طريق منى، قريب من مارينا، وقريب حتى من المرقاله، وقريب حتى من طنجه باليه. قريب من هادشي كامل اللي قالت لكم هنا، ولا بارتومون غتقطع الشانط من العماره هانت لينا في بلايا. وهنا كاين الشومبر الاولى اللي هما عاملين هنا الشومبر ديال الناس، مي انتم تقدروا تعملوها بيت ناس كبير اللي غيجي لكم كامه كبيره بالكوكيتات ديالها، تقدروا تعملوه بيت دكلاس. ايوا عاد هنا يعملوا باركي ياك، عاملين باركي. هذا ماشي زليج، لا هذا باركي ديال الخشب عاملينه في الارض على حسب البروده. يعني فاذا بغيتي تعمل زابيل هاد البيت راه مزيان، راه ما غاديش تعاني من الارض بارده. غادي تساعد لك بزاف اللي حسب اللي عندك العواول الصغار، يتساعد لك لي سي بوربوزي هنايا. وي هنايا هز لك ثلاثه ديال او الفراش كبير زي بالماريو ديالو كبير. اذا كان عندك ثلاثه العواول حيت الجا هو طويل في المساحه ديالو. الجا طويل وي، اولا تعملوا هذا الصاله واخر هو اللي تعملوا حيت كيطول حيت اخر صغر من هذه. ونسينا ما ذكرناش ان لابارتمون عندها دو فاصات، دو فاصات كاين فاصات اللي كطل على البحر وفاصات كطل على الباتيو. وكيف ما غاتوريكم فاصات تبارك الله وسط الدار كامل مزلف وكامل فيها هذا ديال القبس كامل في يعني في الكمال ديال الحال في الشقق كامل. وكيف ما كتشوفوا واخا لابارتمون جات حدا البحر وكطل على البحر راه ما فيها لا بروده لا غموله، واخا كنعرفوا بان طنجه راه بارده، وغالبيه لي زابارتمون اللي كيكونوا حدا البحر كيكونوا فيهم نسبه الرطوبه عاليه. بحق انتما كتشوفوا القنات ديال لابارتمون ما كتعني حتى شي غموله. عندك الصحه هيدا، وهذه هي الشومبر الثانيه اللي عندها الطاقه كطل على الشومبر الاولانيه، فيها كاما ديال جوج الناس بلا كومود ديالها. يعني هذا يا اما تعملوا بيت العواول اولا تعملوا بحال هكا بيت النعاس قبل الواحد يستغنى عليه بتاتا ويخلي وسط الدار وتبقى هذه في الكلاس. هذاك هو الصالون، يكونوا جوج بيوت سيباري ويكونوا في الوسط الصالون. عندك صحة هيدا في الغزاله اللي بغى غادي يبغي يستافد منها. وهنايا كاين الشومبر الثالثه اللي هما عاملينها صالون، خصوصا كيف ما كتشوفوا المساحه ديالو هي هذه. يعني واخا هي ما كتبعش بالفرش، بحال تقدروا تاخذوا الافكار على الطوله ديال السداده اللي كتجي هنايا او على الكوانات اللي يقدروا يجيكم هنايا. وهذا هو البيت اللي كيطلل اون فاس مع البحر، هذا كيطلل ديريكتوم على البحر. يعني فتح الطاقه هاتي اللي كتشوف البحر، والله العظيم اللي قنط يفتح غير الطاقه ويشوف يشوف البحر. واخا اليوم الجوم بارد صراحه الظلام ما كاينش هذيك الشميسه. كما قلنا لكم جات قريبه بزاف للبحر ديال طنجه، البحر ديال بلايا تما تسميو طنجاوا. هاد لابارتمون لي كاركتيرستيك مميزه ديالها هيدا، جات في الطابق الرابع، فيها 3 شوم ووسط الدار وكويزين وحمام، والاطلالات ديالها طبعا ما نساوهمش اللي عندهم اهميه انهم كيطلوا على البحر. يعني هاد الطاقه ديريكتومون انا كيبان لي هنايا البحر، وبغيت بغيتو تكتشفوا هاد الاطلاله ما عليكم غير تتصلوا بينا منظر وتجيو شوفوها، منظر رائع بزاف كتبان اسبانيا كامله والله العظيم. هاد لابارتمون كيف ما قالت لكم هي دارت بلايا طنجة، بلايا اللي معروفه انها قريبه لمالاباطا، قريبه لمارينا، قريبه لدي جي في، عامليني قريبه للنجمه، قريبه للمرقاله، يعني كاع الاماكن السياحيه اللي كاينه في طنجه قريبه ليهم هاد لابارتمون. يعني ما يحتاجوش كاع الطوموبيل، ما يحتاجوش الطوموبيل نهائيا. واش هما ساكنين في هاد الموقع بقاو يفكروا في الطوموبيل. هاد لابارتمون جاتو الايطاج الرابع، فيها 81 متر، الثمن ديالها هيندا شحال؟ تعجبتكم هيندا؟ ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين على الشاشه، وحنا غادي نجيبوكم تفيزيتوها ان شاء الله.
عجبكم هادشي اللي كنعملو، عندكم دي زابارتمون بغيتوهم للبيع ولا للكرا، ديرو الطبقات بغيتو تكريوهم طبقات أولا تبيعوها كاملة، أرض تبنيوها، مرحبا تواصلوا معنا. أولا عندكم مشاريع تجارية بغيتو تعملو لها الإعلانات، عندكم فلوس بغيتو تستثمروهم وما عرفتوش فاين، ما عليكم غير تعيطولنا وحنا كنتكلفو بالباك. كنا ليهم جميع المعلومات. ما عليك غير تدعي مع الناس. الله يسهل عليكم أخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، وبالأخص اللي كيعملو النجاح الله يسهل عليكم، كتعملو الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم في اللي كتبناو يا ربي. وقولوا آمين ونهاركم بروك.